متابعينا الاعزاء مرحبا بكم اينما كنتم في برنامج ديريكت. موضوع الحلقه يتعلق بشخصيه بارزه في السياسه واللي هي نسائيه. غنقربكم لهذه الشخصيه هذه متابعينا. هذه عمده او اول عمده بالمغرب وفي سن لي صغير وما خلات حتى شي ملف ضدها بالهضره المال العام او شيء من هذا القبيل. هذه السيده هذه متابعينا محاميه وفي نفس الوقت هي من عائله ميسوره وفي نفس الوقت هي خبيرة في الاقتصاد وقرات في دولة امريكا بعد ما شدات بكالوريا ديالها في مدرسة اللي هي اجنبية. استمرت هذه الشخصية هذه في السياسة ومشات بعيد تولت رئيسة ديال المجلس الوطني لحزب معروف بالمغرب وحاليا هي وزيرة بحكومة اخ النوش وفي نفس الوقت كذلك هي عمدة مدينة مراكش مدينة سياحية المدينة العالمية. بلا شك عرفتوها متابعينا هي فاطمة الزهراء المنصوري او كما كيلقبوها المراكشيين المرأة الحديدية. المرأة الحديدية شحال من واحد كيطرح تساؤلات وكيقول علاش ما كتجاوبناش، علاش ما كتخرجش الاعلام، علاش ما كتوضحش بعض الامور للمراكشيين، بزاف الحوايج. هاد السيدة هادي شحال من واحد كيقول جات لمراكش ما دارت والو، هاد 10 شهور ما كاين والو، ولات وزيرة ما بقاش كتهتم مراكش، ما بقاش عندها علاقة مراكش، خلات شي نواب كيديروا ما بغاو، من هب ودب كيدخل مجلس جماعي، كل واحد كياخذ قرار كيف بغا، خصام هنا وهناك ما بين السادة النواب، بعض المستشارين خرجت الإعلامية غير محسوبة ديالهم، ما كاينش اللي يحكمهم، ما كاينش اللي يقول لهم لا طابت لا تحرقت. في نفس الوقت هناك اتهامات تجاه هذه السيدة هذه بأنها دشنت منتزه اللي هو المنتزه الحسن الأول واللي معروف، قالوا بأنه المال العام شهر هكاك واللي تقدر تقريبا تقدر بالملايير يعني 53.9 مليون درهم، وهذا المنتزه المساحة ديالو كتفوق 17 هكتار. متابعينا هذا المنتزه هذا كيعرف توافد ديال السياح بكثرة سواء الأجانب ولا كذلك المغاربة. بزاف عاوتاني كيتسائلوا كيقولوا كيفاش هاد حضرة أنوار، كيفاش هاد شركة نظافة مراكش مشات ما بقاش كيف كانت، حضرة أنوار دير كدير ما بغات، ما كاينش عندنا إنارة، ما كاينش ما كاينش ما كاينش كلاب الضالة. هذه هي النقطة الأخيرة، يعني أربعة النقاط كتعاني منها عمدة مدينة مراكش واللي دائما الناس كيتسائلوا كيبغوا جواب من عندها. حنا تعذر علينا باش نتصلوا بالسيد العمدة وباش تأكد لنا هاد المعطيات، فحاولنا أن نجيبوها بمصادر ديالنا خاصة وهذا مكفول لنا في إطار القانون. قربنا شوية وحاولنا نجيبو ولو نسبية. مثلا المنتزه الميزانية ديالو خرجت شحال هادي، وكان في عهد العهد المجلس الجماعي عفوا المجلس اللي كان سابقا اللي هو ديال العدالة والتنمية، في عهد المجلس الجماعي ديال العدالة والتنمية وبقى مستمر الأشغال مستمرة فيه إلى حدود جات فاطمة الزهراء المنصوري، وبطبيعة الحال انتهت الأشغال فيه خصها شنو ما يخصوش يبقى محبوس. هذا هو اللي كاين. جاو لحضرة الأنوار، حضرة الأنوار الإنارة كلها تقريبا نسبة ديال 90% مصابيح تبدلات في مراكش، وهذا الشيء اللي أكدته تقارير توصلت بها فاطمة الزهراء المنصوري بعد ما أمرت بافتحاص هاد الشركة هادي، ومن ما وصلوها كذلك طلبات من عند الناس وكلشي كيحتاج وكلشي كيقول هاد حالة أنا خصنا نعرفوا شكون هي، لأنه واحد النائب دائما كان كيخرج بتصريحات واللي دائما كيقول أنه شركة نظافة ولا كذلك حدث أنوار، كاين بعض الأمور خصها تراقب وخصها تعرف المجرى ديالها. فعلا كان تقارير 90% من المصابيح تغيرت. هاد الشركة كتوفر على أكثر من 15 سيارة من حجم كبير، كل مقاطعة عندها ثلاثة اللي هما خمسة المقاطعات، ثلاثة السيارات 24 ساعة على 24 ساعة، تدخل كيكون في بضع دقائق يعني ما كيفوقش ربع ساعة، أمور كلها مشات بالمجرى الصحيح ديالها. كانت عندهم اتفاقية فيها 4000 مصباح الآن ولا أكثر، وغادا وكتشغل في الناس يد العاملة باش يقوموا بتدخل في الوقت الوجيز وكاع المطالب ديال السكينة توفر لهم. غادي ندوزو للنظافة. النظافة ما كتعانيش معاها غير مراكش ولا مدن أخرى، بل المغرب كله كيعاني معاه،
خصوصا المدن الكبرى كطنجة كالدار البيضاء كمراكش وكالجديدة كذلك. هذه الشركة متابعينا هما جوج شركات اللي كاينين في مراكش، ميكومار مقاطعة المنارة اللي كتعتبر المنارة أكبر مقاطعة في المغرب أو من بين أكبر مقاطعات بالمغرب كمقاطعة اللي كتواجه مدينة طنجة، وهي المساحة ديالها كبيرة وكبيرة بزاف والسكنة ديالها كتفوق 500,000 نسمة. أرما بأربع مقاطعات بمراكش، مقاطعة جليز، مقاطعة سيدي يوسف، مقاطعة المدينة، مقاطعة النخيل. اجتمعت معهم العمدة بعد ما توصلت بشكايات عديدة من عند السادة النواب ديالها ولا كذلك مستشارين ولا الساكنة. كتشوف الصور ولاحظت داكشي في الأزقة والشوارع الرئيسية وكذلك الأماكن اللي هي كتعرف اكتظاظ واللي كتعرف رواج كبير كجامع الفناء كالمناطق اللي فيها اللي مناطق أثرية وكذلك الفنادق المصنفة. قلت لهم اش واقع؟ ما بغيتوش تخدموا؟ اتفاقية اللي درتو معنا مع المجلس، واخا ماشي هي اللي سينات معاهم لانه كان المجلس السابق هو اللي سينا معاهم، ماشي هي هذه، خاصني نفرض عليكم ما جاء في الاتفاقية كمثلا فرض غرامات بيناليتي. ناض واحد الشخصية اللي هو بارز واللي عنده صفقات كثيرة في المدن، يعني كياخذ شركة النظافة ديالو هي كتاخذ الصفقات بعد ما كتدرج بطبيعة الحال في الصفقة العمومية، باغي يفرض راسو ويقول ليه اسمح لي انا ما كنعرف لا ود فلان ولا ود فرتلان، كنعرف جيتي لمراكش خصك تخدم مراكش، ما بغيتيش تخدم الله يعاوني يعاونك، حط الفلوس ديال الشعب وسير بحالك. كتاخذ ملايير اكثر من مليار و400 مليون في الشهر وما كدير ليا والو، كلشي مليح الزبل، كلشي كيتشكى، كلشي كيغوت، كلشي انا ما يمكنش نصبر على هادشي. باغي يزيد عاوتاني فرض الهضره ديالو، ضربت على الطابله وقلت له نوض تقعد بحالك وانا غادي نتفاهموا، ما كنعرفش انا هاد الهضره هادي، مشيت تخدم وبغيت تخدم غنتفاهم معاك. هادشي مؤخرا متابعينا وقع هنا فين ولاو كيقولوا لها هما نيت الشركات، ولاو كيقولوا لها لا فاطمه الزهراء، بعد ما ولاو كيقولوا لها النواب والمستشارين والساكنه كيقولوا لها لا فاطمه الزهراء، وكيقولوا مراه وكاده. هاد مراه وكاده طرحت بزاف الامور، كيفاش مراه وكاده؟ علاش فاطمة الزهراء منصوري ما تكونش بحال العمدة ديال مدينة الدار البيضاء؟ تخلي الوزارة وتجي تقابل العمودية، ولا تمشي للوزارة وتحيد عليها العمودية. قالت لهم انا مرا وكادة وعارفة اش كندير، كلمة وحدة كتسكت بها كلشي وكتقول لهم انا احسن من 100 واحد، وحطوني في محطتوني غادي ندير كما كنقولوا غنزطط راسي. عمدة مدينة الدار البيضاء اللي كلشي ولا كيهضر على السياسيين كيقولوا ما درت والو، خرجة ديالها كانت غير محسوبة لأنه التصريح ديالها خطير وخطير بزاف، محاوج محسوب، غير جات وخرجت بطريقة عفوية. قالت بأنه التراموي وكذلك الطوبيسات الثمن ديالهم ماشي هو هذا، ماشي حقيقي اللي هو 6 دراهم، عكس العمدة ديال مدينة مراكش اللي قالت لهم أنا خصني نطور الشبكة ديال النقل وخصني نزيد الطوبيسات وخصني نحاول نجيب شي حاجة اللي غادي تكون تزين هاد الطوبيسات مثلا واللي يكون فيها مكيفات ويكون فيها بزاف الأمور. زادت عاوتاني العمدة ديال مدينة الدار البيضاء قالت على النظافة، أنا الثلث ديال الميزانية ديال المجلس كنخسر غير في النظافة، واللي الميزانية ديال الدار البيضاء كما كتعرفوا عند أكبر ميزانية كتاخذ من عند الدولة، واللي المساحة ديالها كبيرة وكبيرة بزاف. هاد الشركة اللي كتسير الامور النظافه مدينه الدار البيضاء ومدينه مراكش متابعينا راه نفس الشركه، يعني نفس المالك ديالها او الرئيس المدير العام ديالها، لانه ما كيملك فيها غير اسهم قليله، واللي باه مسؤول بارز كما قلت لكم في المغرب، واللي معروف بالعلاقات ديالو ومعروف شكون هو. فاطمة الزهراء منصوري ما كتعرف لا فلان ولا فرتلان، كتعرف ديريكت هي ديريكت. كانت قالت لواحد المسؤول ترابي كنسولها قال لها علاش ما ديريش واحد الحاجه وخصك ديري هذه وديري هذه، قالت لي ما غتورينيش انت شنو غندير، انا من بعد الله سبحانه وتعالى كاين ملك البلاد نصره الله نحترمه بزمني، حنا ماشي كنرميو الورود على فاطمة الزهراء منصوري ولا كنبخسوا بعض الساده النواب ولا نبخسوا مثلا العمال العمده ديال مدينه الدار البيضاء، العكس بل حنا خصنا نشجعوا المراه وخصنا نزيدوا بها القدام
والسي في ديالك كما كنقولوا هو اللي كيحكم. السيده ما عندهاش شي دوسي خايب منذ توليها الرئاسه ديال المجلس الجماعي بمدينه مراكش، وحاليا بوزاره ديال السكنه والتعمير اللي هي كتعتبر من اكبر الوزارات بالمغرب، ودابا عاوتاني عمده ديال مدينه مراكش. هاد السيده فين ما مشات كتفرض راسها، حتى في الحزب ما كيخلع حتى شي واحد، اللي قالتها هي اللي كاينه، ما كاين غير لالا وقاده. فاطمه الزهراء المنصوري اش كتملك؟ شحال واحد كيقول لي كيفاش فاطمه الزهراء المنصوري اشنو كتملك؟ فاطمه الزهراء المنصوري الثروه ديالها كتقدر ب 70 مليار سنتيم، عندها تزيئات كبار ديال السكن، عندها اراضي فلاحيه، عندها بزاف. المنصوري ملي ولات وزيره وقفت جميع المشاريع ديالها باش ما تسماش بانها كتدخل باش تحافظ على الثروه ديالها ولا تزيد الثروه ديالها، بالعكس وقفت كلشي ومشات تسير وزاره وتسير مجلس جماعي وبدون مقابل. واش فراسكم بانه العمده مدينه مراكش ما كتستخلص والو من الجماعه، ما كتاخذش تعويضات، ما كتاخذ لا مازوت لا سياره لا سكن لا راتب شهري. منصوري ملي كتجي كل شهر لمدينه مراكش باش اجتمع مع المكتب ديالها، هي كتجي كل اسبوع ولكن كل شهر كيكون عندها اجتماع مع المكتب ديالها، ما كيقدش واحد يهضر، ما كيقدش واحد يتكلم ولا يزيد شي كلمه، وكتجي ديريكت فاس، انت ما درتيش انت ما فعلتيش خصك تفعل وترك. يعني شكايات المواطنين اللي كيكون عبر الفيسبوك ولا عبر الشارع العام كلشي كيهضر كيوصلها، كيتخبى على والو، كلشي كيوصلها وكلشي كتعرف شنو كدير فيه وكتقولها لهم، جري جراك وانا ما عنديش ما مسوقاش ليك، وفين ما مشيتي انا تابعك، يكون قد يا غنتقد، تقد ولا نقدك بالقانون، انا كخبيره في القانون خبيره في الاقتصاد، فاش ما بغيتي تجيني انا معك. بزاف الامور. ونختموا متابعينا الحلقه بسؤال اللي كان دائما كيطرح علينا، اللي هو اشنو دارت فاطمه الزهراء المنصوري مدينه مراكش؟ سبق انه قلنا بانه الشبكه بغات تطورها، والمهم من هادشي كامل هو كما كتعرفوا مراكش عنده واحد الاكتظاظ كبير في السير، واللي كاين صعوبه في ركن السيارات في الشارع العام، ولا كذلك مرور السيارات، وخصوصا في الفتره ديال الصيف والفتره ديال العطال ونهايه الاسبوع، بزاف هاد الامور هادي فكرت وخرجتها، ولكن مازال ما عندناش على العموم. انا غادي يكون 6 ديال الانفاق، هذا مشروع محطوط مقاد مصاوب، 6 ديال الانفاق اللي غادي يكونوا في مدينه مراكش، ومن غير هادشي كامل غادي يكون اكبر قصر مؤتمرات بافريقيا، ماشي غير بالمغرب، واللي غادي يكون ما بين جامعه سلطان وعماله مراكش. منصوري كتفكر بزاف وغادي في امور دي كبيره وكبيره بزاف، كتفكر انه تجيب مشاريع كبرى من اجل تشغيل يد العامله. وكما قلت لكم وكما كتعرفوا المنصوري عندها وجه قاصح وكلامها دائما قاصح، وختماتها واحد النهار في واحد الاجتماع قلت لهم انا عندي حوايج مهمين ولا كانوا انا معاك ونموت معاك. قالوا لي شنو هو السيد العمده؟ قلت لهم يكون الراجل اللي بغى يخدم معايا، يعني يكون عنده شخصيه قويه، يكون جريء، يكون كيعرف اش كيدير، ويكون نظيف. والاخرانيه هو اي حاجه فكر فيها فيها الصالح العام يجي يخدمها، ما كانش في هذا الشيء ما عندي ما ندير به، وهذا الشيء اللي كدير فيه دابا حاليا في الوزاره ديالها. نخلو حلقه الوزاره في حلقه مقبله ان شاء الله. متابعي كنشكركم بزاف على التتبع ديالكم، والى اللقاء.